الدنيا جسر نعبر عليه، فلماذا نعكر هذه الحياة بأحزان نحن لا نملكها، وبأشياء نحن لا نملكها، ونفقد أشياء نحن لا نستطيع أن نحافظ عليها؟ لا أحد يراهن على بقاء بصره، نحن لا نراهن على بقاء أرواحنا، لا يوجد إنسان يستطيع أن يراهن على بقاء روحه، نحن لا نراهن على الدنيا، سنخرج منها أمواتا، مهما تنافسنا في الدنيا سنخرج من الدنيا أمواتا، فعلى ماذا نراهن؟ فلهذا عيش اللحظة التي أنت بها، اغنم بحياتك، يوم نجوع يوم نشبع، يوم نمشي غدا سنركب سيارة، يوم بألم يوم بسعادة، هذه الدنيا متقلبة كالسماء، يوم يعلوها الغيم ويوم تصفو، لكن مع الغيم سيأتي المطر، مع الغيم ستأتي المطر، والبلاء لا يأتي إلا بالأجر والعافية.